طيب عشان ما يعني بالتبعية، انا هتكلم بلسان جمهور الزمالك، يمكن دي حاجة طبعا ما تزعلش حد، اتفضل. يمكن انا لو قاعد بتفرج علينا دلوقتي لبعض الشيء ممكن اتضايق، كويس لانه كلامي وكلام حضرتك طبعا صح، ورقة وقلم، لعيبة صغيرين، احنا عايزين مستقبل النادي، بس جمهور الزمالك لو الاخر هيبص لها هيشجع كل ده، لو هتجيبوا ناس من الشارع تلعب كورة هيبقى الاخر عايز الزمالك يكسب. صح، بطولة خلصت، بطولة ما خلصتش، انا اصلا قاعد متضايق ان انا مش بنافس، يعني انا كجمهور الزمالك انا بروح الاستاد وموجود وبيشجع وقاعد متضايق ان انا مش بنافس، بس برضو عايز الزمالك يكسب. كلامي اكيد صح مش طبعا. تقول لهم ايه للجمهور للجمهور؟ هقول بص، جمهور نادي الزمالك هو جمهور طبعا، هو جمهور بيحب الكوره وبيستمتع باللعيبه زي ما انا وانت بنحب كده، زي ما اتكلمنا يا كابتن مينا. هو انا بشجع نادي الزمالك ليه وانت بتشجع نادي الزمالك؟ عشان الزمالك اعلى بطولات؟ لا، الزمالك مش اعلى بطولات، مش مهم يعني ليه. عشان احنا بنمتع الجماهير، بنمتع الشعوب العربيه، بنمتع اي حد بيتفرج علينا نادي الزمالك. انا النهارده اتكلمت معاك، اديتك مثال صغير بس، ان مصر كلها والوطن العربي عنده مشكله في مركز 10. انت عندك خمسه، عندك خمسه حريفه، واكمل لك عليهم بقى في التاريخ: حسن شحاته وفاروق جعفر وحازم امام ومحمد صبري ورضا عبد العال وحماده عبد اللطيف. هو في كده يعني؟ في لعيبه حريفه كده؟ ده انا هنسى ناس كتير عشان انا بس ما بقاش انا يعني، انا بقول لك كده اللي جه في دماغي. ادي 10 10 حريفه يقعدوك ويوطوك ويعملوا طك كده ومن تحت رجلك، ادي 10 حريفه. قول لي على نادي في العالم فيه 10 حريفه كده. صحيح، ده كل لما بتلاقي واحد حريف بيتعمل حفله حفله، واخد بالك؟ فانت احنا بنحب نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك النهارده الشباب الصغير اللي راح جمهور نادي الزمالك قاعد بيشجع نادي الزمالك رغم ان احنا مغلوبين. فهو جمهور نادي الزمالك عارف ان احنا جايين من مشكله، علينا فلوس مش عارفين نجيب لعيبه، كل شويه عندك وقف، كل شويه بتدفع لعيبه فلوس في لعيبه. انا اكاد اجزم ان 90% من جمهور نادي الزمالك ما يعرفش اللعيبه اللي احنا بندفع الغرامات عليها دي، مش عارفين شكلها. صحيح، انا بقول انا اتحدى لو 90% من اللي قاعدين هنا عارفين اسامي شكل اللعيبه اللي احنا بندفع فلوسها دي، الغرامات بتاعتها. ابو تشونج ومش عارف ايه، قول لي شكله ايه ابو تشونج ده؟ حد عارف شكله؟ صح والله العظيم، ولا يعرف بيلعب ايه ولا مركزه ايه. احنا بندفع فلوس ومش عارفين ناخد نفسنا، فالجمهور كله فاهم الكلام ده. وانس ان انت يا كابتن مينا وقفت على وقفت وخدت نفسك كده ودفعت الفلوس وعملت اللي بيز. عليك وعملت ودفعت اللي عليك واتفك منك الغرامات والوقف والكلام ده وجبت لعيبه كويسه. اتمنى من مجلس الاداره، اتمنى نجيب لعيبه نجوم ولعيبه ليها اسم قوي يقوي الفرقه، والجمهور صابر ما عندوش مشكله. يا كابتن انت خدت الكونفدراليه، ده كان التارجت بتاعك، فانت حققت تارجت، فاضل السوبر ان شاء الله كمان، يبقى انت السنه دي قفلتها كويس ان شاء الله. فالجمهور هيصبر معاك زي ما احنا صابرين اهو، مبسوطين وكل حاجه.